لخصها في أن قال أن مسألة التعليم هي قضية حياة أو موت. وكان عارفوا بأن أي مجتمع المرآة ديال التقدم ديالو هي المستوى التعليمي ديالو. كل ما كان مستوى ديال النظام التعليمي يعني عالي، كل ما ذلك انعكس إيجابا حتى على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية. اليوم وحنا كنعيشوا السنة 65 من استقلال بلادنا الحبيب، باقي عندنا علامات استفهام كبرى فيما يخص النظام التعليمي وفيما يخص الوضع ديال المجتمع التلاميذي والمجتمع الذي يعيش في فكرنا في المدرسة. كنقول مجتمع لأن حقيقة مجتمع خصنا نعرفوا علاش كندويو اليوم الإخوان. كندويو على أزيد من 7 مليون تلميذ وأزيد من 330,000 من المدرسين ومن هيئة يعني من جميع الهيئات التربوية. وبالتالي هذا بمثابة مجتمع. فاش كنقولوا مثلا غير عدد التلاميذ في المغرب 7 مليون، يعني راه هذا الرقم يوازي أضعاف ديال دول ديال شعوب ديال الدول. تقريبا عدد التلاميذ اللي عندنا حنا في المغرب اللي وحدين هنا تقريبا أضعاف ديال واحد 9 مرات الساكنة ديال قطر كاملة. هذا مجتمع كيفاش يمكننا نستثمر فيه وكيفاش الدولة كتستثمر فيه؟ للأسف الشديد أن المغرب رغم أنه مر من مجموعة من الإصلاحات ومجموعة ديال التراكمات، ولكن لا زالت الأزمة قائمة. وهناك من كتب، كاين واحد الأستاذ اسمه عزيز الزرق، كان كتب واحد الكتاب وقال بأن في يشرح فيه الوضعية التعليمية، واعتبر بأن المغرب ينتقل من أزمة الخطاب إلى خطابات الأزمة، ويكرر نفسه هكذا دواليك. لكل مرة كنبداو نقولوا راه عندنا أزمة في خطاب، أزمة ديال نموذج تعليمي. غير كنبداو واحد النموذج تعليمي معين كيبداو عاوتاني خطابات الأزمة، كل واحد يعني يبداو كيشرح السلبيات ديال ذاك النموذج. اليوم وحنا كنسعوا مثلا والمغرب يسعى الى نموذج تنموي اللي غادي يحكم الاجيال المقبله ديال المغاربه، كان الاساس ديالو هو اننا نبداو بالنموذج التعليمي. بعدا ما النموذج التعليمي الذي نريده ان يشمل المؤسسه التعليميه وان يدرس به ابناء المغاربه؟ فعلا من بعد الميثاق الوطني للتربيه والتكوين والمخطط الاستعجالي ومن بعد يعني واحد المسلسل ديال الشد والجذب وديال التخبط، جات الفكره ديال قانون اطار خاص بهذه الرؤيه الاصلاحيه 2015-2030. عندنا عليها ملاحظات سامر عليها بعجاله. ان اول ملاحظه ان اللي جاب هذا الاصلاح هو المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي، وجابوا غادة التأسيس ديالو بما لا يفوق 3 أشهر. تم تعيين صاحب الجلالة، يعني استدعى عمر عزيمان اللي كان سفير ديال المغرب في إسبانيا، عينوا رئيس ديال المجلس. من بعد تعينت عدد الأعضاء اللي هما 92 عضو اللي ما كيشملوش، ما فيهمش ممثلين ديال التلاميذ، ما فيهمش ممثلين ديال الطلبة. تم التعيين ديالهم وليس الانتخاب، والتعيين شابتو مجموعه ديال الملاحظات. هذوك الاعضاء في ظرف ما كانش 3 شهور كيجيبوا لنا واحد الرؤيه اصلاحيه سماوها رؤيه اصلاح 2015-2030. الوزاره ديال التعليم كانت مقسمه على 4 قطاعات، كانوا عندنا 4 وزارات ماشي واحد. فاش هبطت هذه الرؤيه بدا النقاش حولها، ومرت سنة 2015، لا زال النقاش حولها، ومرت 2016، مرت 2017، 2018، حتى 2019 عاد تم الإخراج ديال القانون الإطار 2015-2030. بالتالي من بعد ما مرت 4 سنوات، واليوم واقع الحال وحنا ولاد هاد البيئة، فاش كنمشيو كنسولوا مثلا التلاميذ كنعرفوهم بأنهم الأغلبية الساحقة ما عارفينش المضمون ديال هذه الرؤية. فاش كنسولوا الأساتذة كذلك نفس الشيء، وكذلك الإداريين لواحد الدرجة أن الأستاذ فاش كتسولوا إن باقي اليوم الشريحة ديال الأساتذة لا زالت تعيش في التخبط رغم تلك التكوينات اللي كنشوفوها مرة
لان الاساتذه اليوم يجتهدون باجتهادهم الخاص. كاين الاستاذ اللي كيخدم كيدرس بالكفايات، وكاين الاستاذ اللي كيدرس الاهداف، وكاين الاستاذ اللي عنده طريقه خاصه، لان الهم اللي كيحمل هو انه خص يوصل الميساج وخص يوصل الحموله التربويه للتلاميذ، وخصهم يفهموا الدروس لانهم مقبلين على امتحانات. لا تهمه الطريقه، يبدأ كي يجتهد يبدع حسب تكوينه وحسب يعني المجالات اللي كيبدع فيها باش يوصل لديك الرساله. اما باش نجيو نهضروا على واحد النموذج، ما نكذبوش على راسنا، باقي اليوم عندنا تعثر كبير في الطريقه، في المنهاج وفي البيداغوجيه. اما فيما يخص الاثار والنتاج فهذا يمكننا نناقشوا فيه. علاش؟ لان دائما المغاربه معروفين بانهم متميزين مجتهدين اذكياء واصحاب يعني عقول خارقه، لان المغربي اليوم يعني يتفوق على نفسه. المغربي كيعيش في تحدي دائما، كنلقاو التلاميذ اليوم من الذكاء ان عندهم عطاهم الله واحد الذكاء اللي كيستثمروه وكيخدموه الى بغاو. كنشوفوا التلميذ الا باغي يقرا راه كيقرا، ولا ما باغيش يقرا راه كتلقاه كيشاغب ولا كيدير شي حاجه شي حوايج اخرى. فين اشنو هو الفرق؟ هو واش كاينه شي سياسه تربويه اللي غادي نرجعوا على الحديث ديالها، واش كاين شي تحفيز، واش كاين شي مؤشرات ديال الثقه وديال التشجيع اللي تخلي التلاميذ انهم فعلا يقراوا. وحنا كنعرفوا السياق اللي عايشين فيه، كنعرفوا عدد الخريجين ديال المدارس اليوم اللي ما كيلقاوش مكانهم في الشغل. كنشوفوا السياسات الحكوميه اليوم كيفاش انها كتقلص من عدد مناصب التوظيف، وانها ابدعت لنا شيئا جديدا اسمه التوظيف التعاقد، وكيفاش ان اليوم الخريج اللي كيخرج ب 17 18 ما كيلقاش بلاصتو في المدارس العليا، وكيضطر انه يمشي للكليه، والا مشى للكليه كيموت تما، خصو يقرا باش يشد الاجازه وباش يتسجل في الماستر. كنعرفوا الخروقات اللي كتعرفها الكليات ديالنا، وحتى الى كافح وتسجل وكان من المحظوظين غادي يلقى نفس المسار باش يتسجل في الدكتوراه، وإلا كان من نفس المحظوظين كيلقى واحد العالم مجهول اللي سميتو البطالة، لأن عدد المناصب المالية اللي كتخصص للتوظيف غادية في تضاؤل. واش عدد الخريجين كيتزداد؟ فعود من عكس ذلك على عدد المناصب المالية، كنشوفوا بأن الحكومة كتقلص من المناصب المالية في جميع القطاعات بما فيها التعليم. وفي هذا الأسبوع شفنا كيفاش ان غادر اسلاك التعليم الالاف ديال الاساتذه، مغادره طوعيه يعني التقاعد النسبي، كيخرجوا وباش تعوضهم ما كاينش، كنلقاو المناصب الماليه اللي كاينه مخصصه غير للتعاقد، يعني ما كاينش شي توظيف حقيقي. يعني هذه اسئله كبرى مرتبطه بالسياق اللي احنا عايشين فيه. حاجه اخرى هو ان حتى النقاش العمومي الذي تحاول يعني الذي اللي كيحاولوا يخلقوه اليوم مرتبط بشي اسئله التي لا تلامس العمق. كنبقى بشي نقاش عمومي اليوم واخد ضجه، فاش كنجيو كنقلبوا شنو الاساس ديال هذا المشكل، كتلقى اما على واش غادي ندرسوا بالدارجه ولا ندرسوا بالعربيه ولا واش ندرسوا بالامازيغيه ولا كيفاش يمكننا نديروا. ثم باش نبداو واش باللغه الانجليزيه ولا اللغه الفرنسيه ولا اللغه، يعني هذه كلها انا اعتبرها بانها اسئله عميقه واسئله عقيمه واسئله شكليه تغطي الاسئله الحقيقيه اللي خصنا المغرب ينصب عليه واللي خص وزاره التربيه الوطنيه تعطيها القيمه ديالها. لان لا يمكن اليوم ان المجتمع والراي العام يعيش في النقاشات يعني فارغه في وقت اللي الوزاره تاخذ قرارات لوحدها ولا تتحمل فيها المسؤوليه. لان اليوم الى جينا غادي نناقشوا الوزاره ونقول لهم جبدوا لنا الرؤيه ديال الاصلاح 2015 2030، يقول لك اسمح لنا حنا ماشي حنا اللي جبناها، اللي جابها هو المجلس. وهذاك المجلس الاعلى فاش كتجي كتقلب عليه في الدستور كتلقاه بانه لا يتحمل المسؤوليه حتى في اطار المبدا الدستوري الكوني ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذاك المجلس هو مؤسسه استشاريه تعطي الراي، يمكن ان الاخذ به ولا ويمكن عدم الاخذ به، ولكن فاش تولي الرؤيه ديالها يعني قرار ملزم كتاخذ الحكومه ومن بعد كتصوت عليه الاغلبيه البرلمانيه التابعه للحكومه ويصبح قانونا اطارا. حنا كنعرفوا بان القوانين الاطار مثلها مثل القوانين التنظيميه تمر بالضروره من المجلس الوزاري.
وبالتالي كتولي خبرات ملزمه. كنبدا نقولوا من سنحاسب غدا الى ما نجحش هذا مع من غادي نتحاسبوا في اطار المسؤوليه المحاسبه. وهذا الشيء المحاسبه عندنا فيه مشكل كبير، لان الوزير اللي جا كيدير اللي بغى وما كاينش اللي كيحاسبه. هذا تقريبا 65 سنه الى جينا نحسبوا عدد الوزراء، غير الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع التعليم ازيد من 41 وزير بمعدل ديال واحد كل وزير كيدوز واحد عام وربع شهور. هاد 41 وزير كلهم دبروا قطاع التعليم ولا زال التعليم يعيش في الازمه. هل هناك من حاسبهم؟ وحتى الا بغينا نحاسبهم شكون اللي نحاسبوا فيهم؟ يعني كاين فيهم وزراء اللي خداو قرارات خرجات على اجيال، وكاين فيهم وزراء الذين استنزفوا ميزانيه الدوله، وكاين وزراء اللي خداو يعني 55 مليار وما كاين حتى واحد تحاسب معاهم الى حدود الساعه. هذا ما يشجع حتى الوزير الحالي ولا حتى الوزراء اللي غادي يجيو انهم يديروا نفس الشيء، لان ما كاين محاسبه في هذه البلاد. كاين كل شيء يمكن تغامر فيه الا في الاجيال. اليوم يتم المغامره في الاجيال وفي المسار ديال الاجيال بدون محاسبه، وهذا مؤسف بشكل كبير. الدليل على تفوق المغاربه هو فاش كنشوفوهم في الخارج. كنشوفوا اليوم كيفاش ان التلاميذ فاش كيمشيو برا في باريس، اكاديميه باريس، من اصل 18 الاولي اللي خداو البكالوريا برسم سنه 2017، 18 الاولي كلهم غير فرنسيين ينحدرون يعني من دول اخرى. من اصل هذوك 18، لان فرنسا الاول اللي رقم واحد في الفرنسيين خدا المرتبه 19، 18 كلهم خارج فرنسا. من اصل هذوك 18 11 مغربي، 11 مغربي تكلاساو الاولي في البكالوريا في اكاديميه باريس. كذلك في ايطاليا او اللي حصل على اعلى معدل مغربيه من خريبكا، تلميذه مغربيه. تلاميذ المغاربه فاش كتعطاهم فرص اخرى وتعليم جيد وظروف جيده يبدعون ويجتهدون. وكنشوفوا اليوم كيفاش ان بعض التلاميذ اللي كيفاش اليوم التلاميذ يقاومون. باش كيقاوم؟ ان با كيبقى تابعو، مو كتبقى تابعو، خوه كيبقى تابعو. هكو باش قرينا حنا وباش باقي اليوم كيقراو. كتلقى الاب يكلف نفسه لا هو لا الام باش ان التلميذ يقرا واحد التعليم مزيان وتيبقاو تابعينو ويقراو فيه. وخو الكبير كيخليه الكتوبه ديالو وجارو ولد عمو وكذا وكيبقاو يتبادلو الكتوبه ويقراو ويتبعو باش يا ربي يقرا وتوصلو. تيوليو كيديروا بدون ان يشعروا كيديروا الدور ديال الدوله، الدور ديال المدرسه، الدور ديال الحكومه. فهذا الشيء اللي كاين. باش نهضروا زعما من الاخر، اما كون عولنا على المدرسه ولا على الحكومه لوحديها، انا ما غاديش نمشيو بعيد فيها. الدليل على ذلك انك تلقى فاش كتدخل المدرسه كتلقى كل شيء كيتشكى، وكتلقى التلاميذ يعني مصيرهم المجهول. اللي كيمشي بعيد هو اللي واقف عليه با ولا واقف عليه مو ولا واقف عليه خوه الكبير ولا اختو الكبيره وكيتبعوا معاه انظر شنو درتي شنو التمارين اللي عندك كيدوز ديال الامتحان الى غير ذلك. اما المدرسه اليوم ليست مستعده لوحدها انها تقوم بالدور ديال التربيه ديال التعليم، فما بالك التربيه. هذا المشكل الحقيقي في الوقت اللي كنشوفوا كيفاش التلاميذ في دول اخرى المستوى ديال الاحترام اللي كيحترموهم وكيفاش مستوى التعامل اللي كيتعاملوا معاهم وكيفاش ان تلميذ يقدر يقضي ايام في المدرسه ووالديه مهنين منه لان عارفينه في ايادي امينه ومؤمن بالدور اللي كديروا المدرسه. اما اليوم عندنا في المغرب راه كتلقى مساكن الاباء والامهات واقفين مع 12 نهار قدام المدرسه كيتسناو ولادهم لان ما طايقينش، خايفين. ماشي خايفين عمل المدرسه الداخل، خايفين حتى من المحيط ديال المدرسه. ولات المدرسه اليوم تستهان كرامتها. تلقى المدرسه في المحيط ديال المدرسه كله يعني محيط موبوه، كاين المظاهر ديال القرقوبي الحشيش، جميع الموبقات كاينه اليوم في المدرسه وفي نواحيها. فعلا واحد الوقت رفعت الوزاره شعار من اجل المدرسه منفتحه على محيطها، هذا شعار، ولكن فاش كتجي للمدرسه كتلقى السور قد وداش، اش من فيجا هذا؟ وانت داير السور قد وداش يذكرون بالاسوار ديال المؤسسات السجنيه.
كيف تنفتح المدرسة على محيطها والأسوار عالية بهذه الدرجة. لذلك عندنا خلل كبير، عندنا فاصل عميق ما بين القول وما بين الفعل، ما بين التخطيط وما بين الإنجاز. هذا مشكل حقيقي، لأن الذين يخططون لنا يعيشون في مكتبات مكيفة، في مكاتب مكيفة، ويخططون وهم لا يعرفون الواقع المغربي. واش عمر شي وزير نزل الدروبة ونزل الأحياء ومشى للدواور باش يعرف الناس من عايشين؟ عاد يجي يقول اجي غادي نخطط لهم هذا المنهج التعليمي ولا غادي ندير لهم هذا البرنامج. كلشي كيخطط وهو كيخطط وكيفكر في شي تلميذ افتراضي في الوقت اللي الواقع ديال التلاميذ شيء وهذاك اللي كتخططوا ليه انتم راه شيء اخر. باش تمشيو تاخذ من واحد النموذج من دولة معينة ودولة أخرى ودولة أخرى تقول أجي نديرو في المغرب، راه المغرب عنده خصوصية، المجتمع المغربي عنده خصوصية. ويا ربي كيفاش، ومن العجب العجب أن هذا الشعب المغربي متكيف مع هاد النماذج اللي كيجيبوها ديال الأنظمة التعليمية. لست سوداويا ولكن الحقيقة سوداوية، وكنديروا هاد النقاط يعني بواحد الشكل كنحرص أنني نديرها دائما، لأن خاصها تتقال ما خصنا نركزوا عليها باش نحاولوا نغيروها. لأن واقعنا التعليمي اليوم واقع مر، الأساتذة يعانون والله يحسن عوانهم، الأستاذ الذين يكرمونه، الأساتذة الذين يكرمون في دول أخرى يعانون في هذا البلد. نشوفوا كل الناس معنا ذيك الواقعة ديال ميركل في ألمانيا لقيتها فاش انتفضوا القضاة، هادو القضاة انتفضوا غير باش يتم الترقية ديالهم والراتب ديالهم بحال بحال المعلمين في ألمانيا. وهي جاوبتهم قالت لهم وهل أسويكم بمن علموكم؟ يعني الأستاذ عنده قيمة في ألمانيا، الأستاذ عنده قيمة في مجموعة ديال الدول، ولكن في المغرب كتلقى الأستاذ هو اللي ما عنده قيمة، اللي فاش كيبدا على الأستاذ وكيعطي ويتكرفص ويدير لافيت ويمشي يقرر في العالم القرار وكذا ما كيذكر وحده. ولكن شي أستاذ شي حالة شادة دار شي زبلة كتلقاه في دوزان وتلقاه في الصفحة الأولى ديال الجرائد بأنه أستاذ يحتكر ولا يغتصب ولا يسرق ولا كذا. أما الأستاذ فاش كيبدع يعني كأنه كاين واحد النية ديال الضرب في ذاك القيمة ديال ذاك المدرس. هناك من يسعى إلى الضرب في قيمة المدرس والضرب في قيمة المدرسة والضرب كذلك في قيمة التلاميذ. هناك من يريد أن يسوق بأن التلاميذ عندنا في المغرب راه هما اللي فيهم المشكل ولا الأساتذة اللي فيهم المشكل، كون باش النظام التعليمي ديالنا عرج. في الوقت اللي الحقيقة المشكل كاين في النظام التعليمي وفمن يؤسسوا لهذا النظام التعليمي. ونجيكم ونقول لكم وكأن كاين إرادة ديال أن المغاربة ما خصهمش يقراو مزيان، ما خصهمش يوصلوا لمستويات عالية في التعليم، ما خصهمش ينفتحوا بزاف على أدوات الابتكار، ما خصهمش ينفتحوا بزاف على أدوات التفكير النقدي والتفكير الفلسفي وعلى العلوم الاجتماعية. لأن المغاربة بركة فيهم على اللي فيهم، إلا بقاو تتفكروا مزيان راه يقدروا يبداو يطرحوا الأسئلة المقلقة. خلوا المغاربة عايشين وسط تفاهم، عمروا ليهم بدوك الفيديوهات ديال شوف تي في ودوك الفيديوهات ديال كذا، راه هذاك الشيء غادي يشغلهم، شغلهم بريوزهم. اما الى بقيتو تقريتوهم ووعيتوهم وفتحتو لهم قنوات الوعي وقنوات تفكير وقنوات تامل وقنوات النقد، راه غادي يبداو ينتقدوا. غدا الى كونا واحد الجيل واعي ومثقف ماشي بعيد يبدا يطرح الاسئله المقلقه، ماشي بعيد غادي يضربنا في راسنا، ماشي بعيد غادي يبدا يقول لينا علاش ما صلحتوش التعليم من شحال هادي، ماشي بعيد يبدا يقول لينا علاش المغرب فيه اكبر ضربه ديال الفوسفات وما كتبان ليناش، ماشي بعيد غادي يبدا يقول علاش المغرب فيه جوج بحور والشعب عايش فوقهم، ماشي بعيد يبدا يقول هذا المغرب فين هي الحريات فين هي الحقوق فين هي كذا. وبالتالي خليو المغاربه في هذا المستوى، خليوهم ما يبداوش يتسالوا بحال هذيك الاسئله المقلقه، وخليوهم عايشين غير هاد حاملين غير الهم الخبزي ديالهم. واليوم ولينا عايشين في المغرب يعني بالخوف، التلميذ خايف من الاستاذ، الاستاذ خايف من المدير، المدير خايف من المفتش، المفتش خايف من النايب، كلشي خايف من شي.
كل شيء خايف من المسار دياله، كل شيء خايف لا الاخر الشهر ما يبقى ليه والو في الكونت، والتلميذ خايف عامل الامتحان تاع الامتحان ولا عنده بحال فزع خايف طاف طرق انا ولينا كنخاف، اللي ما عنده سياره خايف لا يتعرض ليه شي واحد يدريسي، اللي عنده سياره ولا خايف عامل الرادار، وبالتالي من يزرع هذه سياسه الخوف عندنا ولا خايف عام شي بوليسي شاد في شارعنا وقف ولا شدك الرادار، وبالتالي كان هناك من يريد زرع الاستمرار في زرع سياسه التخويف والتجهيل ونزيد نقيس على ذلك في الوقت اللي احنا محتاجين لمن يزرع فينا الامل ولمن يبين لنا بالملموس بان عنده اراده حقيقيه بالنهوض بهذا الاوضاع ديال هذا المجتمع، ولن ينهض المجتمع المغربي الا باصلاح التعليم، وكنعتبروا بان التعليم هو المدخل، صلحوا لنا التعليم غادي يتقاد المغرب، الاجيال الجايه كامله غادي يتقاد، فتحوا قنوات الابتكار وقنوات الابداع للتلاميذ بارك من التخويف، فتحوا العقول ديال التلاميذ وثيقوا في المغاربه والله وثقوا فيهم اللي تيسمحوا لكم، غادي غير حرصوا انهم غادي يتكونوا مزيان ويقراوا مزيان والله يسمحوا لكم، وانتم الا خايفين انهم غادي يسالوكم غدا غير ثقوا وقولوا بانهم راه غدا الا كونهم غدا يقدروا يتعلموا قيم ديال الغفران ديال التسامح، وما غاديش ما غاديش يسالوكم ولكن غادي يسامحوكم على الاقل غادي يشفع لكم معهم انكم قريتوهم وكونتوهم، اما اذا استمريتوهكا راه لا قدر الله غادي بدا يتكون واحد الجيل ديال التافهين، وكما قال السي محمد جسوس رحمه الله هو عالم سوسيولوجي كبير قال بان كان هناك من يريد ان يخلق جيلا من الضباع، اليوم لا قدر الله وحاشا الله راه ما بقيناش عارفين المغرب فين غادي، لذلك نطرح علامة استفهام كبرى فيما يخص القانون ومن يقف وراء القانون. شكرا وسمحوا لي.